السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي أكلمكم عن أفضل أداة لكتابة المحتوى باللغة الإنجليزية بتقنية الذكاء الاصطناعي. تخيل أنت كده نفسك إيه، جايب واحد معاده جنبك مأجره، تقول له لو سمحت اكتب لي وصف لهذا الكتاب، يكتب لك الوصف، الشباب بتوع كيندل، وموضوع الديسكريبشن لأي كتاب والعنوان حتى. تخيل ان هذه الاداة بتوفر عليك الكلام ده. يعني انت لو جيت كتبت له مثلا يونيكورن كالورينج بوك، بس 3 كلمات، وقول له اكتب لي الوصف، يكتب لك وصف للكتاب. طب انا عايز الاداة تقترح علي عناوين. طب الامر ما بيقتصرش على كده، ده انت عندك 124 حاجة هذه الاداة ممكن تعملها لك ببساطة شديدة جدا. ولو انت ضعيف في اللغة الانجليزية، الاداة دي فعلا هتفرق معاك كتير. منها اهو على سبيل المثال انا لسه قايل بوك ديسكريبشن، يكتب لك وصف الكتاب. حتى لو عايز تعيد صياغة المحتوى، فاكرين سبين ري رايتر؟ بس طبعا انا بستخدم سبين ري رايتر لإعادة صياغة المحتوى، هو برضو يقدر يعمل لك ده. اي حاجة تتخيلها هنا، مثلا لو نزلت تحت خالص هتلاقي موضوع اليوتيوب اهو، وصف الفيديوهات، لو انت عايز تكتب وصف بشكل احترافي يوتيوب ديسكريبشن. لكن تعالوا بقى افرجكم على الشيء العجيب اللي هذه الاداة بتقدر تعمله. انا مش عارف يعني ازاي بصراحة الذكاء الاصطناعي يعني وصل لهذه المرحلة. هنا مثلا يقول لك اديني جملة هطلع لك من الناحية التانية قصة. That's why I have to come home early. اي حاجة نشوف هيعمل ايه بقى. هل فعلا هيعرف يألف لي قصة على الجملة دي ولا مش هيعرف؟ اكتبها له هنا تاني اهو واقول له كريت. لا اله الا الله، ده كتب لي قصة. Every day I get up at 6 o'clock. I have my breakfast, get dressed and walk to work. Each morning I wait for a bus. طبعا انا قريت القصة بسرعة. لا حاجة عظمة يعني. الجملة اهي ومتكررة هنا. لا بجد شيء محكم جدا. الذكاء الاصطناعي ده حاجة كده من عجائب الزمن اللي احنا فيه والله. الحمد لله ان الحاجة دي ما كانتش موجودة وانا طالب في قسم اللغة الانجليزية بكلية الاداب. كنا بندرس الادب الانجليزي وكان لازم نبدع كده ونكتب حاجات من النوعية دي في مادة المقال ومادة النقد الادبي والحاجات دي. الحمد لله ان الحاجة دي ما كانتش موجودة، لانها بصراحة كانت هتساعدنا ان احنا نبقى كسالة جدا. الأداة رائعة، النص محكم جدا، مفيش ولا غلطة باللغة الإنجليزية. الذكاء الاصطناعي ده شيء بجد مخيف. هنا بقى في الدوكيومنتس بيمشي بطريقة الأوامر. يعني مثلا ميتافيرس، هنا هاجي هنا على شو، هي دي اللي هي الأوامر. عنده هنا مجموعة من الأوامر يصل عددها ل 36. قول له مثلا عايز الكوماند بتاع ستوري تيلر، بتاخد ده كوبي كده وبتكتب هنا، خليني اكتب دي، وعايز احط له ميتافيرس. وات از ميتافيرس في هذا الجزء هنا؟ الفكره فكره الستوري تيلر يحكي لك عن الحاجه. يعني to some the metaverse is the world that does not exist, or at least the world that does not exist in the way that we think of it. بس كده ممكن اظلل هذه الجمله واجي هنا واقول له expander، يعني طولها لي اكتر، واضغط على الجزء الازرق ده. بصوا الجملة دي اوسع فيها وخلاها بهذا الشكل. طب معلش هاخد نفس الجملة وهقول له اوتو كومبليت اهو، كملها لي بصيغة محكمة. طب ايه كمان؟ انا ممكن اقول له يكتب لي باراجراف للسؤال. هاجي هنا واقول له ماجيك باراجراف اهو، كتب لي باراجراف محكم. كل دي اوامر هو يقدر يحقق لك كل هذه الاشياء. يعني بجد حاجة لا يصدقها عقل ابدا. ازاي الذكاء الاصطناعي قدر يفهم عقل البشر بهذه الطريقة ويعمل له كل هذه الاشياء؟ سبحان الله. طبعا السوفت وير ده مش مجاني، انا شاريه بقالي يمكن سنة او اكتر او سنتين وبستخدمه، لكن الاوامر الاخيرة دي هم عملوا ابديت ليها بصراحة، اديهم على طول في هذا السوفت وير. اللي بيعجبني في السوفت وير ده ان انت بتدفعله مرة واحدة فقط لا غير، على عكس المواقع الاخرى اللي بتؤدي نفس الغرض دي، بتكون دائما باشتراك شهري، بتكون بمبالغ. لكن هذا السوفت وير لو انت حابب بقى تطلع عليه، بتيجي هنا تضغط على التفاصيل، هتلاقي هنا تفاصيل السوفت وير. ده سعره 59 دولار، وانا شخصا اشتريته لما قريت بصراحة الريفيوهات اللي محطوطة عليه، 249 ريفيوز. الريفيوهات طبعا دلوقتي وصلت ل 249، وبصراحة كلام انا شخصيا لازم اقرأ الريفيوهات الاول على اي حاجة، خاصة لما بتكون بمبلغ كده قبل ما اشتريها. وده بصراحة اللي حمسني وشجعني ان انا اشتري هذا السوفت وير العجيب والغريب، سبحان الله. ايضا يا شباب بسرعة كده، دي الاداة وان كليك بلوج بوست اللي كلمتكم عنها من فترة، وبعض الشباب قالوا لي مش بتشتري
بتشتغل عندنا. تاني بفرجكم اهو، دخلت على هذه القناة، خدت الفيديو ده، حطيت اللينك، قلت له I'm not a robot، قلت له create my article، طلع لي اهو النص كامل متكامل في ثواني معدودة. هنا بيقول لي we have all felt lazy, unmotivated and uninspired from time to time. طب انا عايز اجرب الجملة اللطيفة دي كده، اخد كوماند كده للاي اي ستوري كوماند، انا اخترت الستوري تيلر وطلع كلام حلو والله. طب انا عايز اعمل قصة، هاجي هنا اي اي ستوري واكتب له الجملة هنا وهنا وهنا بسرعة كده، واكتبها هنا تاني واقول له جيت تكست. يا الله والله كاتب كلام عجب. ليت ستيف جوبز ذا فاوندر اوف ابل واز نون فور نوت بينج ذا موست موتيفيتد بيرسون هي كود. والله انا يعني ايم ستاند، مش عارف اقول ايه بصراحة. اذا دي كانت الاداة بتاعتنا، هسيب لكم طبعا هذا الرابط في صندوق الوصف، وايضا هترك لكم هذه الاداة وان كليك بلوج بوست. ويا شباب اي حد اشترى هذه الاداة وعنده اي مشكلة ومش عارف يستخدمها، بليز لو سمحت تواصل معايا على الايميل او على التليجرام. والله ساعات الايميل بيبقى اسهل لي، لان التليجرام الرسائل بتبقى كتيره جدا وساعات بتنزل تحت ومش بلحق ارد على كله، واحيانا في حاجات بتقع مني، لكن الايميل انا اوعدكم ببص عليه على طول وما فيش حاجه بفوتها من الايميلات. اخر حاجه حابب اقولها، هذه الاداه المجانيه، مجانيه. المفاجاه انها بتعيد صياغه النص الكامل تلقائيا، النص اللي هو الايه باللغه العربيه. جيت هنا على بي بي سي بالعربي وخدت هذا الجزء. هل فعلا بيعيد الصياغة بشكل رائع ولا لا؟ إعادة الكتابة في اختلافات طبعا، هسيبه لكم برضو، بصوا عليه وشوفوا بنفسكم هذه الاختلافات. حاجة جميلة، برامج بتوفر علينا كتير، سبحان الله التقدم. شوفوا التكنولوجيا ازاي بتسهل علينا أمورنا، أمور الحياة. ده اللي أنا حبيت أتكلم عنه النهاردة، حبيت أفرجكم على الأوامر الجديدة اللي اتضافت في هذا السوفتوير العجيب والله، اللي تحط له حاجة من ناحية يطلع لك من الناحية التانية وصف كتاب، يقترح عليك عنوان، يوصف لك فيديو، يقترح عليك أفكار لقنوات، أو يحول الجملة إلى فقرة كاملة، إلى باراجراف كامل، أو يوسع لك الباراجراف بتاعك، أو يعمل لك ما يسمى إكسبلينيشن. كل هذه الأشياء وأكثر في هذا السوفتوير اللي حل مشكلة كثير من الشباب اللي اللغة الإنجليزية بتاعتهم ضعيفة أو دون المستوى. كده كأنك جاب واحد جنبك شبيك لبيك، انت تقول له الحاجة وهو يقول لك عبدك بين ايديك ويعملها لك، الفانوس السحري في القرن 21. ده اللي انا حبيت اقول لكم في هذا الفيديو. كل عام وانتم بخير، واراكم غدا باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh!